نبدا بقى المرحله الثانيه، هنبدا نتكلم عن الكحك اللي بالخميره والسمن البلدي المقدوح. طيب ليه محبيه؟ ليه محبيه؟ بس خليني اقول لحضراتكم حاجه واحده بس، لو حضراتكم عملتوها هتستمتعوا بطعم الكحك يعني هتاكلوا كحك صحي وكويس. انا لو بسيح الزبده البلدي بتاعتي، الزبده البلدي سيحتها وبعد ما ساحت واصبحت تمام وهي لسه سخنه بتغلي، انا هاخد منها واحط على الكحك بتاعي، لكن استحاله ابردها وارجع تاني اسخنها. انا بقول لحضراتكم عن نفسي، انا ضد هذا المبدا، وانا عملته النهارده اكراما لاصدقائي اللي حابين اعمل الوصفه قدامهم. غير كده انا ما كنتش هعملها، لان انا في كل السنين اللي فاتت ما اشتغلتش ابدا الكحك اللي بالخميره والسمن المقدوح، اشتغلته على البارد. هنحكي عن كل حاجه فيهم ونقول ازاي نعملها صح وتكون صحيه. انا دلوقتي بسخن هنا او هنا المغلي معايا السمن المقدوحه بتاعتي او السمن البلدي بتاعي 550. الكحك اللي بالخميره بياخد نسبه سمنه 50 جرام زياده. حلو. طب لو حطيت 600 جرام، دي بقى الناس اللي بتحب الكحك الدايب قوي، لانه بينعم قوي لان نسبه السمنه زادت. لكن المعدل الطبيعي لكيلو الدقيق هو نص كيلو من السمنه فقط يطلع مظبوط، وبنعتمد اكتر على البث اللي هو ايه، ان احنا ننعمه قوي ونبثه كويس. اول حاجه هاخد الدقيق، بصوا انا الاول هعمل حفره كده هنا لان انا هصب ده بيغلي، بس انا الحقيقه مش عايزه اعمل ده هنا، معلش انا عايزه اعمله هنا على طول علشان اركبها على طول، معلش عشان برضو السمن سخن جدا. هاخد كده الاول حاجه، هحط كميه الدقيق دي، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا منخول، منخول جدا، يعني انا كل ما حضراتكم تنخلوا الدقيق، طبعا الدقيق اللي انا مستخدماه ده هيبقى يا اما دقيق لكل الاستخدامات يا اما الدقيق بتاع الكحك والبسكوت. طيب هاخد ذره ملح اللي هي نص معلقه صغيره ملح، هقلب كده، بصوا يبقى جميل ازاي، يبقى عندنا يا دقيق متعدد الاستخدامات يا دقيق ايه، كحك وبسكوت. طيب هاجي هنا عندي كده اللبن، اللبن ده اهم حاجه، السوائل اللي في الكحك ما تزيدش ابدا عن كوبايه من السوائل، سواء ميه او لبن. سواء الو اميره. الو، اهلا وسهلا. صباح الفل عليكي، كل سنه وانت طيبه. اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيبه وسعيده يا رب. انت حضرتك رجعتينا للزمن الجميل بتاع الكحك اللي بالسمنه المقدوحه. فعلا يا حبيبتي تسلميني، انا قاعده بتفرج عليكي فعلا، ولغايه دلوقتي ما شفتش حد عمل السمنه المقدوحه دي خالص. يا رب يخليكي تسلميلي، والله انا يعني اول مره اعملها السنه دي، بس حاولت ان انا يعني احترم اللي زي حضرتك بيقدسوا العادات القديمه. نرجع للحاجات القديمه، عايزين كمان القرص اللي بالعجوه اللي هي الطريه بتاعه زمان برضو. من عينيا، من عينيا، اللي بالسمنه البلدي وبتتحشي عجوه، حاضر من عيني. كل سنه وانت طيبه وحضرتك بالصحه والسلامة. انا اتصلت عشان اقول لك يعني تسلم ايدك، فعلا بترجعينا للحاجات الجميله. تسلمي تسلمي، كلك ذوق يا فندم، كلك ذوق، كل سنه وحضرتك طيبه، اسرتك جميعا يا رب. متشكره جدا يا فندم، متشكره جدا. طيب انا هدفي اللبن هنا تدفئه بسيطه، وعايزه اخد هنا هحط ايه بقى، هحط الخميره. لا معلش لحظه واحده، استنوا يا اولاد، استنوا يا اولاد، الخميره اهي، وعندي السكر. طيب انزل بس كده السكر عشان هو ده اللي بيتفاعل وبيشغل الخميره، وبعدين اللبن دافي شويه، بسم الله الرحمن الرحيم، هنزل اللبن دافي، وده اختبار الخميره برضو، يعني ده بيخلينا للناس اللي هي لسه عايزه تشوف الخميره دي شغاله ولا مش شغاله، بيبقى اختبار للخميره. هنقلبهم كده ونسيبهم على جنب شويه علشان ايه، انا ما حطيت بس رشه من ريحه الكحك هتدي طعمها، كله هيتحط له ريحه الكحك دلوقتي. لا بيسالوني هتنفع بخميره بتاعه الفرن الطبيعيه، لا مش مع حضراتكم في استخدام الخميره الطبيعيه للكحك، نستخدم الفوريه. اولا الخميره الطبيعيه قويه جدا، قويه جدا، وبعدين بتخمر زياده جدا، وممكن قوي للناس اللي لسه اول مره تجرب يعني هتختمر بشكل، وممكن الكحك يبقى مش مظبوط. فانا الخميره الفوريه ليها معدل وتوقيت وليها معيار. طب احنا هنحكم معيار الفريش ازاي؟ انا دلوقتي قلت لحضرتك معلقه، ممكن تزيد منك حته تقل حته، طب ما انا مش هعرف احكمها، فخلينا في الفوريه نتيجتها مضمونه. طيب انا كده قلبته وسبته في جنب،
الدقيق زي ما قلت لحضراتكم، حطيت رشة الملح، بصوا كده اهي رشة الملح حطيتها على الدقيق، هوسع كده حفرة في النص. لازم تكون السمن سخنة جدا جدا. هجيب كده الأول شوية سمسم، هحط هنا معلقتين سمسم كبار. أنا هصب عليهم السمنة البلدي علشان السمنة دي بتدي تحميصة للسمسم كمان كويسة جدا. يبقى أنا حطيت ذرة الملح والكيلو دقيق، وحطيت معاه معلقتين كبار أو ثلاثة من السمسم أهم على حسب ما حضراتكم بتحبوا النسبة بتاعته قد إيه، وقدحت السمن اهي. ودي كانت المفروض تبقى زبده بلدي، احنا بنشيلها في الفريزر نطلع حسب الحاجه، نخلص المعيار اللي عندنا في البرطمان نطلع تاني من الفريزر. ما تسيحوش كله مره واحده لانه بتزنخ وبتبقى طعمها مش حلو لو مش بتستخدموها على طول. هاخد كده بصوا بيغلي ازاي، بسم الله. هنزل هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، اهو اهو شايفين بتفور ازاي، شايفين بتفور ازاي، شايفينها بتفور ازاي اهي كده اهي اهي، شايفين شايفين فارت ازاي. تعالوا بالاسباتيولا كده هبدا اعمل كده تحريكه، طبعا وهي سخنه مولعه اوعوا تحطوا ايديكم فيها اهي. خلاص لازم ابس بقى ده كويس قوي. في بقى مرحله هنا في الكحك ده عشان يطلع مبسوس صح، بما انه بقى سمنه مولعه كده وانا مش عارفه اعمله، ان انا بضربه جامد وببسه كويس. الدقيق متعدد الاستخدامات او للكحك والبسكوت ما بيبقاش فيه عرق، فما تخافوش منه مع العجن، ماشي الكلام. هبدا بصوا هو كده لسه ما لحقش يتبس وانا مش هقدر احط ايدي فيه دلوقتي، بس هاخدها زي ما هي قدام حضراتكم كده، هروح بيها اضربهم شويه فين، هناك في العجان. طبعا اقدر اعمل ده بايدي مفيش مشكله، بس ايه محتاج طولة بال وانا مش عايزه اطول على حضراتكم علشان وقت الهوا. بسم الله هبدأ أعجنه كويس. بصوا الخميرة هنا بدأت تفور ازاي وتعلى، ده دليل ان الخميرة كويسة. طبعا معلقة واحدة من الخميرة ممسوحة فقط لا غير. ريحة الكحك اهي معايا هحطها هنا، بصوا الكلام، ادي ريحة الكحك تتخلط بقى مع الخليط، هتلاقوا الخليط ده ناعم وهتحس انه كانه مش محتاج سوائل. لا هو محتاج، ما تزودوش عن كوبايه سوائل، لو زودته هينشف. ميه او لبن. هنبص بصه كده، بسم الله. بصوا بصوا بيبدا يبقى ناعم ازاي، مش هقدر احط ايدي فيه دلوقتي. بصوا دايب ازاي، تحسوه كانه مش محتاج ايه، ريحته روعه، كانه مش محتاج سوائل. لا محتاج، محتاج سوائل، محتاج كوباية. ريحته تجنن. حبايبي هنزل بقى كده، خليني أصب هنا الإيه الخميرة، بسم الله الرحمن الرحيم، مع اللبن أهو. هنضرب بقى ضربة حلوة، هتلاقوه لان بعد ما بيلين بيرجع يمسك تاني، فما تتخضوش. ولما بيلين قوي في الاول قبل ما ابس، انا ليه بدل البس بضربه اسهل لي، اقدر اعمله على ايدي مفيش مشكله علشان تتبس صح. وبحط السمن الاول علشان بصوا هو لسه هنا، لسه هيجمع، لسه هو انا كده ما لمتوش، هيتلم تاني عن كده. بصوا هيبدا يدي القوام بقى، بس لازم المه تاني لحد ما جوانب العجان ده تبقى ايه نظيفه. بسم الله. دلوقتي بقى هبدا اجهز للعجميه. بص بصة معلش مع حضراتكم، بسم الله. انزل بس اللي في الجوانب دول كده عشان ايه يتلموا صح اهم، وناخد اخر حبة معاهم، بسم الله. وهنبدأ بقى نعمل الحشو بتاعنا.
طيب انا دلوقتي لو عندي حشو ملبن اهو، هاخد كده بوله الملبن اهو. اولا حشو الملبن، اول حاجه بنختار ملبن اسمه ملبن كحك، لان في نوعين من الملبن، في ملبن كحك وفي ملبن الحلو اللي احنا بناكله العادي. العادي ده ما ينفعش ينشف، فلازم نستخدم ملبن الكحك. عندي سمسم وعندي معلقه صغيره سمنه، وتقدروا تحطوا رشه واحده من ريحه الكحك اذا حابين. ادي الملبن اهو، بصوا على البارد كده اهو، شايفينه ازاي؟ هحط معاه معلقه صغيره من السمنه على البارد، هحط رشه بسيطه طرف المعلقه كده نونه من ريحه الكحك تدي بس طعم، وشويه من السمسم، واخد دول كمان اهو. وتعالوا بقى نقلب الايه الملبن بتاعنا اهو على البارد كده، عشان اللي عايز يحشي ملبن. ادي ده حشو اهو، شايفين؟ ادي حشو الملبن. يبقى احنا اتكلمنا عن نوع الملبن اهو، شايفين ازاي؟ الله الله. هاخد كده الكوره على قد ما انتوا عايزين اهي، هكور بقى كور من الملبن، تستمتعوا بيه على حسب حجم الايه الكحكايه اللي حضراتكم عايزين تاكلوها. تعالوا بينا بقى نشوف حصل ايه في الكحك بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا كده. اتبس قوي وناعم قوي، بصوا بصوا. انتوا عارفين الكحك ده برضو يعني ايه، اكيد احنا كلنا مش كلنا عارفين قصة الكحك ده. هو كان في انهي زمن بقى؟ بصوا هنحط كده، كان في زمن او العهد الاخشيدي بيقولوا عليه يعني، فكانوا بيحشوا الكحك ده ايه، دنانير، دنانير ذهب. الله حلو قوي ده. طيب وكانوا بيعملوا يوزعوا الحاجات دي ويجهزوها من رمضان عشان يوزعوها بعد العيد، الكحك اللي محشي ايه دنانير ده. بصوا بقى ادي الايه العجينه، قمر كده مبسوس قوي على الرغم ان انا حاطه له 550. بناخد جزء بقى كده طبعا اهو، اللي عايز يشيب ويهدى انا بحشي على طول اهو. ادي الملبن وهقفل كده، وهنعمل كده اخد صاج، ما بفيش اي ماده دهنيه على الصاج، ومش لازم كمان ورقه الزبده، الصاج على طول. هحط كده، هاخد تاني، ده الكحك القديم. وتعالوا وتعالوا هنعمل العجميه مع الفاصل ان شاء الله، والاستراحه اللي جايه على الشوط التاني هنعمل مع بعض الايه العجميه اللي بالعسل، ونظبط معاييرها مع بعض سوا احنا، ونشوف بقى الكحك الدايب ده يطلع ريحته عامله ازاي وطعمه عامل ازاي. بصوا بقى الجمال، بكور كده اهي. عايزه اقول لكم اول ما هيقعد شويه هتلاقوا الدنيا رائعه، وهبدا اشكله سواء ببصامه الكحك اهو، او بالمنقاش زي ما تحبوا اهو. ما تصفريش. ما تصفريش. هاخد بس كده الطباعه هنا رشه كده، حاجه بسيطه، اديله بس الشكل. وتعالوا هنشتغل بعد كده نعمل العجميه مع بعض. طيب انا دلوقتي هدخله عادي الفرن، حراره 180 على الشبكه في النص، مسخنه الفرن من قبل بربع ساعه. هدخله لحد ما من تحت ياخد اللون الذهبي الحلو، وبعدين يبدا لو انا عايزه من فوق الونه سنه بطفي الفرن وبشغل الشوايه، مفيش 3 دقايق واتابعه، لو الصاج من ناحيه بيحمر وناحيه لا اقلب الصاج الناحيه الثانيه واتابع التسويه، هيطلع اللون الجميل. طلعوه ما تلمسوهوش قبل ما يهدى ويبرد على الصاج، بعدين نبدا نطلعه. هنخزنه زي ما هو كده ساده، وقت ما نعوز منه ناخد ونحط عليه السكر الباودر بتاعنا. ده كده الكحك اللي احنا عملناه بالخميره وبالسمن البلدي. بصوا جماله، بصوا جماله، واتبس كويس. ودي اهم مرحله، ان احنا نبس السمنه مع الدقيق، عشان الدقيق اولا ياخد تحميصه السمنه، السمسم يتحمص يديها ريحه حلوه، ودي ماده حافظه كمان، لانه السمن البلدي دي تعتبر ماده حافظه للكحك نفسه، فبيقعد مدات طويله.
طيب يلا بينا دلوقتي الحكم صفر عن انتهاء الشوط الاول، هنطلع لاستراحه، نرجع مع حضراتكم نستعد لبدايه الشوط الثاني في انتظار حضراتكم.